عيطوا عليا نهار نهار توفى الوقت، عيطوا عليا مع 12 ديال النهار، مشيت لعندهم بقيت جالس ديك الساعات تما كاينه كنعاينو باش يسناونا ديك الورقه. قالت الولد ديالك راه مات. دخلت عند الولد ديالي كنشوف، من دخلت عند الولد ديالي كنشوف لقيت القلب ديالو مازال كيضرب. عيطت لذاك الدكتور قلت له ودي الولد ديالي راه مازال يمكن عايش، راه القلب ديالو كيضرب. قال لي لا ودي هذاك غير هذاك الاكسجين الاصطناعي راه هو اللي يديك اكبر. قال لي واش غتوريني في خدمتي؟ قلت له ما عرفتش في خدمتك، انا ما عرفتش هذا الميدان هذا، ولكن اذا كان هذا حيد قلت له غنمشي سني ولي داك هذا باش نمشي نخرج ولدي. قال لك صافي. المهم مشينا بقينا جالسين تما، خرجوا لنا ديك الورقه مشينا دينا تعرضت لهم ديال الموتى. مشيت هبطت تما بقيت كنعاني واحد شويه، جابوا هو واحد الوليد، مشيت قلت نسامح مع الوليد ديالي قبل ما يديروا شي حاجه ولا هي هذيك. ملي مشيت من هذا قلت الولد ديالي كيتنفس، يلا لحقاش كان دايرينو شي حاجه سادين عليه ولا فادايرينو شي حاجه ولا كان مغطينه ولا ملي تعرى شي شويه على وجه ديالو قال الوليد كيتنفس. عيطت واحد اخر مره كان معايا قلت له ودي جي شو هذا الوليد، ربما انا وقال لي راه قلت له الولد كيتنفس بعدا. جا قال لي الولد مازال حي. قلت له اش هادشي؟ قال لي والله الا مازال حي. عيطت لدوك دوك اللي كيشرفوا تسمع الموت قلت له الله يرحم والديك ولدي مازال حي. قال لك ما يبقاش دافع لك شهاده ديال الوفاه وانت ما وصلتش حتى لهنا. ملي جيت لتما قال لي ما يمكنش، قلت له ولدي مازال حي، قلت له الله يجزيك بخير بلا ما باش ما نبقاش انا نكون في المشاكل، اجيو بعدا راقبوا الوليد. دخلوه لعندهم داروا به دوك الاطباء المختصين. قال لك الولد مازال حي، قلت له باش كتقول واش هادشي ربما وقع لنا راه غير هادشي راه وقع لي مع المود ديالو. قال لك الولد مازال حي ونديرو بشهاده، هنا نعطيك شهاده. عطاوك يعني من مستودع الاموات عطاوك شهاده على ان السي الوليد ديالكم باقي حي؟ راه مازال حي. قال واش لابيلانس مازال حي؟ راه مازال. قلت له تركبت انا ولدي في لابيلانس، ما حد قلت له كيمشي والولد ديالي كيتنفس، يعني ما بقاش مخنوق ولا كيضرب القلب ديالو عادي. دخلنا لهم داروا به الاطباء، راه داروا الاكسجين وبقى المهم. شحال من ساعه والولد ديالك تقريبا مغطي؟ من 12 ديال النهار حتى ل 5 العشيه ولا 6 العشيه. طلعناهم تما كاين داروا به الاطباء، دخلوه داروا الاكسجين، داكشي كي في الشاشه مزيان، تخطيط القلب ديالو مزيان، كلشي خدام، القلب ديالو كيضرب، كلشي مزيان. دوزنا واحد شويه واحد لغدا ان شاء الله وقيل مع 11 ديال الليل، عيطوا علينا قال لك ولدكم راه مع 11 ديال الليل عيطوا لنا قال لك راه فين. المهم صار الصباح مشينا، من مشينا نشوفوا الوليد فعلا لقينا الوليد توفى. سلمت عليه خرجت بحالتي قلت له ما عطيناش الشهاده ديال الوليد باش. قالت ما خصك تجيب لنا الشهاده الاولى. قلت له الشهاده الاولى عطيتها من لابيلانس، انا ما قاريش ما عارفش امي عطيتها من لابيلانس، ما داك السيد ما كنعرفوش. رانا داك السيد اللي كيعطي الشواهد لقيناه لابس حوايجو غادي بحالاته كيباس وقال بيرمانونس. المهم عاد اتصلوا الناس من هنا من هنا ولاو جا طلع الاخر، عاد سنا ديك الشهاده وعاد ولينا مشينا خرجنا. يعني عطاوكم شهاده وفاه الشهاده الاولى من جديد، يعني عطاوكم الثانيه من جديد فيها ساعه الوفاه الحقيقيه اللي فيها الوليد. الاولى فيها تاريخ والثانيه فيها تاريخ، جوج ديال التواريخ وجوج ديال الشواهد. يعني منين رجعتو من مستودع الاموات ما ماتش داك الساعه حتى لا غد ليه مع 11 الليل عاد توفى. ما ولدي كانوا شو واش دايرينو في دايرينو فريكو باش هذا ولدي مازال حي. هما ما دابا انا كنطالب بوكيل الملك يشوف لي الامور ديال فينوس، انا حرقوني بالكبده ديالي. واحد ما هضر معايا حتى واحد ما تكلم معايا. المصالح الامنيه المختصه ما كاينش، عطوا عليا بليت واحد التصريح من تما كاين ما ولاش عيط عليا شي واحد كاع. دابا كنطالب بالمسؤولين ياخذوا لي الحق ديالي هاد الناس هادي. شنو بغيتي؟ شنو هي المطالب ديالك بالضبط؟ المطالب ديالي هي المهم انا نشوف ولدي باش انا هادشي باش كنطالب، واش موت الله او لا مقتول. دابا هاد السيد هذا ما يمكنش جوج شواهد فيها، الشهاده الاولى فيها والثانيه فيها، اذا هما اللي تكرفصوا عيوني ضيعوا لي الكبده ديالي، وتا شي واحد ما اتصل بيا باش يقول لك اودي احنا فين وصلنا ولا شنو درنا ولا شي واحد استدعاني ما استدعاني حتى شي واحد. دابا انا كنطلب من الوكيل الملكي يشوف لي الحق ديالي عند البوليس، ولكن البوليس ما يعني درتو شكايه عند المصالح الامنيه المختصه. عند الناس هذا حتى شي واحد ما اتصل بيا ولا قال لي شنو فين وصل هذا الشيء ولا انا جيت. المهم انا كنطالب بوكيل الملكي يشوف لي الحق ديالي فين وصل.